بنا من استشار مثل هذه الأفكار. وقد بدأت بالفعل هذه الظاهرة تتسرب إلى بعض الشباب الموريتانيين، وبالأخص من خرج منهم إلى بعض البلدان المجاورة التي أضاف فيها وأفرخ هذا الفكر. فيأتي الشاب وقد تدرب على استعمال السلاح وعرف نوعياته، وأيضا تدرب على هذه الأفكار وباشرها وانزوى وانعزل مدة طويلة، وربما عاش في كهف في جبل أو في صحراء مدة طويلة، فأصبح مثل الشنفرة الذي يقول: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حملت الحاجات والليل مقمر وشدت لقيات المطايا وأرحل، وفي الأرض ملأ للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الكلام تحول، فعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأقط زهلول عرباء زيئل وهم الرهط، لا مستودع السر لا مستودع السر بائع لديهم من الجانب بما در يخفي. نعم. إذا فيما يتعلق قضية الشيخ بالبعد الشمولي لهذه الظاهرة، ما هي أمانة النخبة؟ ما هو دور العلماء؟ ما هي بعبارة أخرى ما هي الحلول أو الوصفات التي يمكن أن تقدم؟ كل ما ذكرناه الآن هو الأسباب والظواهر لم نتعرض لها بعد، وكذلك الحلول. فظواهر أو مظاهر هذا الفكر منها أن يقدم الإنسان على تزيير نفسه كالحادثة التي نتكلم فيها الآن، التي شاهدنا صور قبل لحظات. نعم. وإن كنا نحن كما ذكرت لسنا قضاة ولا محققين، فلا يمكن أن نجزم بنسبة أي حادث إلا لمن أقر به أو ثبت عليه، ونعلم أن كثيرا من الناس قد يدعى عليهم بعض الأفعال ويكونون بريئين منه، هذا لا نكره، لكن مع ذلك هذه ظاهرة حاصلة. فنرى من يفجر المساجد على رؤوس المصلين وهم سجد لله جل جلاله، ونرى من يقصد مواسم العبادة كشهر الصوم وغيره فيقدم على هذه الأفعال الشنيعة في بلاد المسلمين، ونرى من يعتدي في حرمات الله في المشعر الحرام في منى يوم العيد فيقتل الحجاج، ونرى من يفجر في مكة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت في ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض، ونرى كذلك من يعتدي على أقاربه ومن يعتدي على المسالمين الذين ما لهم ما له سبب يحمله على الاعتداء عليهم بوجه ومثل، هذه مظاهر واضحة. كذلك من هذه المظاهر الجلاء الذي هو أخو الموت، فكثير من الشباب يفقدهم ويغوهم ولا يجدون عنهم أي خبر. أنا الآن يأتيني عدد من الأمهات والزوجات وهن يسألن عن فتيان صغار ذهبوا بسبب هذا الفكر فانقطعت أخبارهم ولا يمكن الوصول إليهم بوجه من الوجوه، فتبقى المصيبة والكارثة موجودة في المجتمع، فهذا المجتمع عدده قليل وفيه فرص كثيرة للتعبير عن الرأي، وفيه فرص كبيرة للتفاوض، وفيه فرص كبيرة للحوار، فلا داعي لمثل هذا الجلاء أو الخروج منه إلى وجهة النزول. كذلك من المظاهر التي فيها خطورة على هذا الفكر انفصال أهله عن أهل العلم وعدم تلقيهم منهم بكلية، فالإنسان إذا أراد أن ينطلق من الدين وأن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجع إلى أهل العلم الذين أتمنهم الله عليه، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وهو يختار من خلقه من يتمنهم على دينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه خطيب البغدادي وفي شرف أصحاب الحديث هو أبو عمر بن عبد البر مقدم التمهيد: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلذلك ينفصلون عن أهل العلم بكلية، وربما يحاولون الاعتداء عليهم، وأيضا يحاكمون كثيرا من الناس فيحكمون عليهم غيابيا، وقد شاهدنا كثيرا من ذلك في المواقع الإنترنت وغيرها.
وكذلك من هذه المظاهر لهذا المرض الاعتداء على الممتلكات العمومية. فإن كثيرا من الشباب الذين أخذوا بهذه النفعة وهذا الذكر يظنون أنه لا عصمة لمال الدولة لأن الدولة ليس لها مصداقية لديهم، فهم يحاولون النهب من خيراتها بكل أي وسيلة يمكن أخذها وهي للدولة تعتبر غنيمة باردة. وهذا خطأ كبير، لأن المال الفردي حق فردي لصاحبه، قد يعفو عنه وقد يطالب به، لكن الملك العمومي حق للأجيال اللاحقة ومن لم يولد بعد، ولليتامى والفقراء والغير، وهم جميعا خصوم فيه يوم القيامة. فمال الدولة أشد حرمة من مال الأفراد، لأنه ملك عام للأجيال اللاحقة ولمن لم يولد ولليتامى وللضعف وللمرضى، فالحق فيه أكبر. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عند موته لابنه عبد الله: انظر إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال، يقصد راتبه هو، لأن الناس حددوا راتبا لأبي بكر فأخذه عمر ولم يحدد له، ومكث 10 سنين في الخلافة، فخشي أن لا يكون قام بما كان يقوم به أبو بكر فتورع عن الراتب الذي كان يأخذه من بيت المال، فقال لابنه: انظر إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال وقد كتبه وأحصاه، فأرجعه إلى بيت المال، فإن كان في مال آل عمر فذاك، وإلا فقل من أموال بني عدي بن كعب، وإلا ففي أحياء قريش فلا أن يكون خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصم الناس. فهذه النظرة هي النظرة السليمة الصحيحة. ومن ظواهر ومظاهر هذا الفكر المنحرف انعكاسها تماما. الإنسان ربما يحترم الملك الخصوصي ويعتدي على الملك العمومي. هذه المظاهر. أما العلاج والحلول كما ذكر، فأنا أقترح وأعلن وأرى هذا هو الصواب، أن الإرهاب والفكر المنحرف لا يمكن أن يعالج بالإرهاب ولا بالعلاج الأمني المتمحل، فلا يمكن أن يعالج إلا بالتفاوض، ولا يمكن أن يعالج إلا بالإقناع. فالإنسان إذا كان اضطرابه ناشئا عن جنون يمكن أن يعالج بالرقية أو بالعلاج الطبي، والإنسان إذا كان اضطرابه ناشئا عن فكر فلا يمكن أن يعالج لديه إلا به. فالإنسان ليس مثل الدابة التي يمكن أن تروض على الركوب وعلى أن يحمل عليها فتقبل ذلك. الإنسان إذا انطوى على فكرة فإنه يضحي من أجلها ولو بروحه. فلذلك الحل السليم هو المفاوضة وهو الإقناع. أقف فضيلة الشيخ عند هذا المحور، كيف تعالج الظاهرة بالفكرة؟ لبعض الدول تجارب في هذا، فالآن حصلت مراجعات في مصر مشهورة للجماعة المسلحة، وقد أخرجت رؤية جديدة وتراجعت عن أفكارهم السابقة بالتكفير وأعداء الدولة وغير ذلك. وكذلك الآن مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا ستخرج قريبا، وكذلك في تجربة قطر، تجربة دولة قطر لمكافحة الإرهاب تجربة رائدة. وهذه التجربة تقتضي أن يؤخذ من لديه أفكار منحرفة فيجمع بنظرائه من المثقفين ومن أهل العلم، فيجلسون على طاولة البحث فيعرض ما لديه من شبهات ويأتي الجواب عليه. أنا حصل لي لقاءات كثيرة بعدد كبير من الذين لديهم أفكار تكفيرية أو لديهم أفكار فيها انحراف شرعي، ووفق الله لرجوع بعضهم أفكاري. فمن ذلك أن شابا كان ينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب زواجه بعائشة أم المؤمنين وهي صغيرة، وكتب هذا في الإنترنت وأوصله إلى كل مكان يمكن أن يصل إليه.